ده زرار الاون اوف بتاعنا بنفتح منه المكنه، تمام؟ ده الزرار الخاص بتعقيم المكنه، وده بيفتح لي قايمه فيها كل برامج التعقيم اللي انا عايزها للمكنه. الزرار اللي تحت ده اوبشن، حاجه اسمها سنجل نيدل، وده بنستخدمه الابره اللي بيكون دبل واير او بيكون لها داخل وخارج زي الاسطر كده، تمام؟ الزرار اللي تحت ده خاص بالتست او اختبار المكنه ومحتوياتها. الزرار اللي تحتيه ده مسؤول عن تشغيل البلاد بامب في حاله تكييف الدوره بتاعتنا. الزرار اللي تحتيها ده تشغيله، ده نظام بيعمل له وظيفتين، حاجه اسمها ريسيت للالارم وفي نفس الوقت الدخول لوضع الدياليسيس، تمام؟ الزرار الاخير هو ميوت للالارم، يعني اي الارم عندي وانا عرفت ايه المشكله فيه مجرد ما بضغط على ده بيخلي المكنه تبقى صمت. الاتنشن عندي هنا الخمس مكونات دول، الاير ديتكتور اللي هو ده، تمام؟ وده مسؤول ان هو يكون الدم، يعني هو مهمته ان لو الدم اتحول من الحاله السوليد لحاله الجلطه او الحاله اللي فيه جاز اللي هو الاير يبدا يديني الارم عليها، تمام؟ فبيديني الاتنشن هنا والديتكتور. البلاد ليك طبعا احنا اتكلمنا عنها اللي هي تسريب الدم. في الارتريال ده المؤشر الاولاني، الفينوس المؤشر الثاني، تي ام بي او ترانس ميمبرين بريشر المؤشر الثالث عندنا. دي الكونكتيفيتي بتاعتنا. في عندنا مفتاح هنا اسمه القايمه الخاصه بالدياليسيس، ودي بظبط منها البريسكرايب والبيز والديليوشن والحراره والفلو والبروفايل، تمام؟ الزرار الثاني لليو اف بظبط منه الايزو واليو اف بالنسبه وبروفايل يو اف هو بالنسبه لسحب المريض الايه برامج الاسحاب بتاعته. طبعا ده اوبشن مش موجود عندنا في المكنه، خاص بالبي بي ام اللي هي البلاد بريشر مونيتور، وده مش موجود عندنا في المكنه اللي قدامنا دي دلوقتي. انت لما بتيجي تدخل البيانات ممكن تدخلها عن طريق الكيبورد ديت، تمام؟ او تدخلها عن طريق البلس والماينس واختيار القوائم عن طريق يمين شمال اللي هي الماوس اللي قدامنا ديت وانتر. فاحنا اول حاجه هندخل فيها اللي هي التست، تمام؟ وقبل ما اضغط على زر التست بيقول لي كونكت كونسنتريت لاين، يعني المفروض ان انا افتح الجزء ده واخد عصايتي، تمام؟ وابدا ادخلها. لا مش مشكلة. بلاش نفتح بالعصاية دي. يا باشا ده كده على فكرة صح. لو أنت تعرف الحقيقة. وريك المحاضرة بتاعتك. هندخل كده التست بتاعنا، طبعا المكنة أول ما بتفتح بتديني الفيرجن بتاع السوفت وير والتست بتاعها. تبدأ العملية هنا تديني الأجزاء اللي هي تختبرها، الباي باس، تمام؟ وده خاص بالفالف اللي بيسمح بدخول المية على الفلتر من فصله. اختبار للبزر اللي هو الصوت بتاع المكنة. تمام. نسيت يا احمد انا كنت ناوي انزلها على اليوتيوب. ووتر الارم لان الروايات عندنا كانت مقفوله. كنت ناوي انزلها على اليوتيوب يعني. طب جبت كده حاجه كويسه على اليوتيوب. في هنا عندنا البلس، في الاوبتيكال ديتكتور اللي هو الجزء ده اختبار الجزء ده، في البلاد سيستم اللي هي البلاد بام، تمام؟ في الفينس بريشر اللي هو الحساس ده، في الليفل ديتكتور اللي هو الجزء ده، في الديسبلاي اللي هي السكرين بتاعتي بالكيبورد، تمام؟ في عندنا الارتيريال بريشر اللي هو الجزء ده، تمام؟ في عندنا الباتري اللي هي الباك اب باتري اللي هي مسؤوله ان الكهرباء لو انقطعت تفضل محتفظه ببيانات الجلسه، مش بس كده، تشغيل البلاد بامب ثلث ساعه متواصله ان انت عايز ترجع دم المريض لو ما حصلش ان الباور او الطاقه رجعت ثاني للمكنه، او ان انت هتخلي المريض مثلا يكمل طول الفتره دي ايزو حسب اختيارك انت، يعني حسب البروتينات العاديه فيها ايه؟ البروتينات العاديه فيها كل مكنه فيها باك اب باتري، اي مكنه غسيل لازم يكون فيها باك اب باتري. اللي بالنسبه لدي بتقعد تلت ساعه. هو المتوسط بيكون تلت ساعه مثلا، تمام؟ بحيث ان تشغل لك فرصه بلاد بامب ان انت ترجع دم المريض، تمام؟ بدل ما انت تحاول. ولا قدر الله لو حصلنا ان في مشكله في عدم رجوع الدم، في هاند بتيجي مع البلاد بامب بنفتح دي وبتركب معاها بنبدا نرجع مانيوال دم المريض مانيوال ايه ليه. الجزء عندنا هنا البلاد ديتكتور اختبار السنسور اللي هي الخليه اللي موجوده في خط الدرين اللي بتكشف لي اي تسريب دم موجود ناتج من انفجار الفلتر، تمام؟ التمبريتشر اختبار الحراره، النيجاتيف والبوزيتيف بريشر مسؤوله عن اختبار تسريب او المشاكل اللي ممكن تكون موجوده في الكابلز هنا بالنسبه للدياليزر، يعني الفلتر انا وصلته هل ممكن تكون الاورنج مثلا الوصله اللي هي نيبلز مع الكابلز بتاعت الجلازه ممكن يكون فيها تسريب، ممكن يعني بتسحب هواء او في ضغط فيها او حاجه مسدوده، فالفكره ان هو بيختبر الوصلات ديت،
تمام؟ النيجاتيف بريشر والبوزيتيف بريشر بحيث نتاكد ان الضغط اللي احنا هنحطه بالنسبه للدايلسز اللي هنحطه على الفلتر هو الضغط اللي انت طالبه منك. اخر حاجه عندنا اليو اف فانكشن اللي هي البامب المسؤول عن سحب الميه الزياده من جسم المريض. تمام؟ دي اللي بيتم اختبارها. اخر حاجه عندنا هنا الكونكتيفيتي اللي هي التوصيليه قياس التركيز بتاعها. طبعا الجزء الثاني ان انا بوصل البيكر. تمام؟ في 5008 الكفر ده يعني هم عدلوا في الفيرجن القديم كان فيه مشكله بعض الاحيان كان فيه دم كان دم مثلا بيقع على وش المكنه فكان بينزل على الوصلات الحمراء والزرقاء اللي هي الوصله الزرقاء والحمراء كان البلاط احيانا ممكن يدخل جوه فعدلوا الجزء ده بحيث ان الكفر ده لو حصل اي تسريب لاي جزء من وصلات الدم التسريب كله يبقى بعيد عن الجزء الايه وصلات المحي هنا ويبقى الكفر ده موجود. في 5008 الكفر ده له اتنشن يعني لو اتسابله مفتوح المكنه تديك الارم. لو هنا في الموديل ده مفيش عليه اتنشن خالص. تمام؟ الاتش بي يو هو المسؤول عن فكره الدايسيت اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. هو عباره عن هولدر موجود هنا بيركب له دايسيف بلس او دايسيف. الهدف منه ان انا عايز استخدم فلاتر بيكون هي هاي فلكس للمريض او الهدف منها تتامن المريض بكتيريا بالنسبه للميه وبالنسبه لمحلول الرسيم الموجود قدامي بحيث ان انا لو استخدمت فلاتر الممبرينز بتاعتها بتكون اكترها كبيره شويه او تسمح بدخول البكتيريا يبقى في سيفتي للمريض على الجلسه. اللي هو بتاع البايكار اللي هو ده اللي بيتحل في خارج الوحده مظبوط ده اللي بيتلعب فيه ده ممنوع اللعب لا ده بيجي جاهز ده بيجي جاهز كونسنتريشنز وبيبقى عليه الجدول بتاعنا ما اعرفش هل ممكن لا عشان بس الناس ايه شوف طب بص يا خلاص مش مشكله بس لا هو عربيتك بانت في التصوير عادي عادي عربيتك ما تصورش خلاص سيبها مش مشكله بتعمل مونتاج بقى الوصلات دي الاحمر والازرق في هدف منه ولا ممكن نغيره؟ لا كل الوصله الحمراء مسؤوله عن الاسيد تمام الوصله الزرقاء مسؤوله عن البيكر طيب وهتلاقي معظم المكن الالوان فيها سرقة. طيب نفس الوصلات هنا في المايه بتاع المايه لا الاحمر والفيرزينيوس تختلف عن الجمبر والبيبرا الفيرزينيوس هنا الاحمر هو المايه اللي خارجه من المكنه الفلتر الاحمر اللي خارجه والازرق اللي هي بتكون خط الدليل تمام اصل حاجه هقول لك حاجه انت مثلا لو عندك حضرتك مثلا مركز والكبريت بيتلخبطوا في الحكايه دي ممكن تبدل الكبريت بس الجمبر مختلف ما هي الجمبر مختلفه الاحمر مع الاحمر والازرق مع الازرق تمام البي براون نفس الموضوع تمام بس انا عايز اقول حاجه ما انا هقول يا دكتور هي بس الفكره في ايه ممكن انت ممكن المهندس يجي يشيل لك الكبريت الحمراء يحطها مكان الزرق والزرق مكان الحمراء خلاص ويبقى كله ميه واحده يعني دي ما تقيدكش في حاجه ولكن احنا بندي الفكره في ايه في الشغل طيب انا مش متاكد والالوان دي غريبه عليا والمكنه انا مش فاهم منها حاجه وقت ما المكنه بتفتح وجاهزه ومحضره وكل حاجه وهنوصل على المريض المفروض في كابلز عندك هيخرج ميه والتاني مش هيخرج يبقى اللي هيخرج ده المفروض اللي هيدخل للفلتر واللي ما بيخرجش هو ده خط الدرين بتاعه تمام دي ابسط وسيله ممكن تعرف منها عمليه الايه اتجاه الوصلات يعني لو الموضوع مبهر في الجمبرو بيحط لك اسهم داخل وخارج او بيميز لك بالالوان تمام في اكتر من طريقه الصوديوم انا مكتوب 105 على فكره ما هو 105 اللي هنكمل بيه بالبايكارد ب 100 كام؟ ما هو 105 105 على 10 يبقى 10 ونص 10 ونص 10 ونص ل 3 و2 او 3 و4 مثلا يكمل لك القيمه اللي انت محتاجها من الدرس 3 و4 ايه؟ 30 يعني 3 و4 تمام المفروض نجمع برضه اللي موجود ما هو بقى اللي نجمعه ده فهمت قد ايه؟ هي المشكله ان هو يديك هي دي بقى النقطه اللي انا عايز اوضحها لحضرتك اللي احنا بنجمعه ده قيمته قد ايه؟ طب ولو حتى عرفنا قيمته هل ضامن ان على اخر الجلسه قيمته تكون زي ما هي اول الجلسه؟ هو ده السؤال اللي انا عايز اقوله. هي القيمه لما بتقلي المكنه بتبدا الارم كولوسكي لا 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 لو عين على خلاص في اخر المارك ده ان هي عدت المراحل دي، لو في مرحله ما عدتش فيها هتتغير للون الاحمر ويدي فولس. تمام؟ يعني اي ستيت من دول مش هتعدي هتدي تغير للون الاحمر ويديك الرقم هنا رقم الايرور ويدي غلط. لو التركيز اختلف في الكونفرتيفلي هيبقى مظبوط مظبوط مظبوط
بس هو بقى مش يعني مش ماسك على حد السيف انما 35 لا هو بيدي مثلا تفاوت 5% بوست في هو مش انت مثلا بس هو كنت تيت انت مظبط الرينج معين من الجيركن ده لا البيانات اللي حطيتها هي بقى المكنه انت بتحط لها الجراكن دي يا ترى الجراكن دي هتجيب قيمه قد ايه من الستاندر اللي انا طلبته هو لو جبت اللي مثلا التركيز فيه قل او اختلف مش ممكن يعوض من الجيركن كام لا التاني سادس صح لا بس هو القيم بتاعت المكنه اللي انا محتاجها ده دي اللي انا بقول انا عايز ده هي بقى انت حطيت لها ده بتقول لك انت وصلت قد ايه من القيمه اللي انت حطيتها على المكنه احنا وصلنا لحد فين سواء بالزياده او بالنقص دي بقى اللي المكنه هتحددها لك تمام يعني الكوندكتيفيتي هنا هي معيار لنتيجه الستاندر زائد الاكشوال بتاعي اللي هي القيمه الفعليه اللي موجوده في الجيركن بس احنا قلنا كنا بنجمع ايه بقى احنا قلنا ان الجيركن هنا زائد الجيركن ده يديني ال 135 تمام يعني ده هنا الصوديوم 105 يبقى المفروض ده عشان يكمل ل 135 يبقى هنقول 3 و 3 3 مع لا مش 30 هيبقى 3 و 3 مع 10 تقريبا مش 10 30 هيبقى 3 مع هيبقى مظبوط عشان يكمل ال 135 تمام طيب هل انا بقى واثق ان انا بحلله بايه ده هيديني القيمه الاكيوريت اللي انا عايزها فهو الحل ايه دي هنا الكبسوله اللي هي متعدله فيرجن جديد عن القديم هو طبعا الشركه عاملاها كنظام احتكار لان دي قعدت فتره طويله فنظام احتكارها اتشال فبالتالي ممكن شركات ثانيه تصنع الكبسولات تمام كده المكنه عدت من التست تي 1 تيست بسيط يعني بس التيست بتاعي عدى المكنه اول ما بتفتح قدامي بتديني منحنيات منحنى البروفايل ومنحنى الارتيريال والفينس اللي هم المؤشرين دول تمام والبروفايل اللي مسؤول فيه الكوندكتيفيتي الزمن الريت بتاع السحب تمام الشرط دي بتعبر عن ايه الكوندكتيفيتي فعليا الستاندر بتاعك قيمته قد ايه اللي هي 135 تمام الريت بتاعي طبعا انا لسه ما حطيتش قيم عشان القيم بتاعتها دي تتغير الزمن برده مفتوح لان لسه ما حطيتش زمن للجلسه الخانات الاربعه اللي هنا هي نفس الخانات الخضراء اللي موجوده على المكنه هنا تمام اول حاجه زي ما اتفقنا هندخل سحب للمريض فبنضغط على المنيو يو اف بيعرض لي قيمتين الالتر فلتريشن فاليو والايزوليشن فاليو الايزوليشن هو المسؤول الحاجه بتاعتنا ولا هنوصل الاول صح لا ارفعنا للدوك لا ده هنتعب الفلتر عندنا الفلتر عندنا في طريقه توصيله سواء من فوق كده او كده ما تفرش بس بعض الشركات بتحط ايه اسهم واتجاهات للفلتر تمام فمثلا هنا عندنا بيحدد لي هنا اتجاه الفلويد واتجاه البلاد فبيقول لي ان البلاد بتاعه سهمه كده يبقى انا المفروض دخول الدم من هنا وخروجه من هنا الفلويد بتاعي عكس الاتجاه هو الفكره بس ان هو عايز يديك حاجه ما تخليكش تحتار او تتلخبط لكن هو الفلتر ما هو اللي عباره عن ايه تيوب سواء بيزود السيريال لما بتعكس في المصبع مش ديفرنت يعني لا انا بتكلمش عكس الاتجاهين لكن انا بتكلم عن نفسه هو لا الفلتر هو عباره عن تيوب هو من هنا هو من هنا يعني انت لو خليت من هنا ومن هنا بس عكس دم يعني في اي وضع بوزيشن انت عايزه بس يعني حطه بس هو دايما بيحط العلامه دي عشان يخلي التمريض ياخد بالك الفريزينس ما بيحطش بس احنا بناخدها ازاي الكلام عدل يبقى الدم من مع الكلام العدل من فوق والخروج من تحت وعكس الاتجاه في المصنع اصلا مش فارقه يعني مش فارقه هو بس حاجه تخليك استرشاديه ان انت تثبت عوضها الكلام العدل بيمشي مع البلاط بيمشي مع الكلام العدل مش فاهم اصلا بتقول الكلام عدل ايه الكلام عدل كتابه يعني كتابه كتابه وضع عدل يعني يا دكتور تمام الدم ماشي معاه ولا عكسها؟ لا الدم هيكون عكسها هي ايا كان هي الفكره كلها بس ان احنا ايه بنحاول بس هي فكره سيف كده بعض التمريض يتلخبط في الاتجاهات دي ومفاجاه ان هو بيتلخبط في الاتجاه ده هو عندنا طبعا دي ازازه الصلايب بتاعنا اللي احنا هنحضر بيها تمام بكل المحلول بتاعي او التركيز المحلول كمان ولا مش بس قبل اللاين عاده المفروض قبل اللاين ما استخدمه ابدا اقرا الداتا المهمه ليا ايه هي الداتا المهمه؟ ايه هي المعلومه اللي تحت دي؟ اللي هي بامب ال الاي دي الاو دي يعني ايه ال واي دي او دي اللونج اللي هو طول اللاين بتاع البلاد بامب تمام الاي دي اللي هي الانترنال دايمتر الاوت دي اللي هي الاوت دايمتر اللي هو القطر الخارجي القطر الداخلي طول اللاين بتاع البلاد بامب المفروض هنا كاتب لي كام 6.36 احنا بنقربها على الفريزينيا 6.4 تمام في الجامبرو بنحطها 6.36 زي ما انت عايز طول اللاين اللي هو اللاين بدايته لنهايته 40 ايه
40 هو المفروض هنا يكون 40 سنتي تقريبا تمام. هنا القطر الخارجي 9 و45 تمام. انا ما يهمنيش القطر الخارجي ولا الطول، انا يهمني القطر الداخلي الانترنال دايمتر، فاخد بالي منه ممكن يكون 8. يبقى مطلوب ان انا اعدل المكنه بتاعتي، بضغط على الاثنين دول في وقت واحد تمام، بقفل ده الاول واضغط على الاثنين دول في وقت واحد، فبيديني القرايه بتاعتي اللي انا مظبطها 6 و4. بعد كده اخزن واخلي المكنه ايه تشتغل. طبعا هي عشان القيمه متثبته فهي بتديك ايه القيمه النهائيه. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان انا لو دخلت تاني وخليتها 8 ماشي وخزنت، هتلاقي العداد صفر انه كده فاهم ان انت ما اديتنيش اي قرايات قبل كده او اي ارقام انت عايزني اشغل عليها تمام. فلو جيت ظبطت تاني على موضوع 6 و4 برضو العداد معايا هيصفر تمام، وابدا احط الايه الارقام دي. طيب اللاين بتاعي وافتحه واقسم الجزئين دول مخرج الجيم والارتي بتاعي بخلي ده جنب وده جنب عشان اسهل عليا الامر شويه. عايز تبتدي بده عايز تبتدي ده براحتك، بس اذا ابتديت بالفينوس مثلا اول حاجه تركبها الخزان، ركب الحاجه الاساسيه اللي تفرع لك بعد كده الوصلات بتاعتك. لو انت هتركب الارتري ابتدي بالبلاد بامب وبعد كده ابدا بالتفريعات بتاعتك، ما تبداش بالتفريعه وبعد كده تقول انا هوصل في النيد اللي بتوهك. فاحنا لو هنبتدي مثلا بالفينوس هي اول حاجه عندي ايه الخزان. بقوم متاكد بس ان ايه اي وصلات ليا ما تبقاش مسكتها عشان ما تقعش مني. بفتح الخزان بتاعي وبحطه بالوضع ده تمام، واكون محز القدر المستطاع ان مفيش وصلات تقع من ايدي على الارض، وابدا افك بالاتجاه ده. المفروض ان الوصله دي هتكون نازله من الخزان تمام، بنوصلها هنا تمام. بس ده لسه ما هو لسه ما انا قالب ليه؟ هقول لحضرتك انا قالب ليه تمام، عشان اخرج الهواء من الخزان عشان يتمالى ميه. بخلي الوصلات او الكليبسات دي بتبقى في الاخر تمام، وبعلقها هنا هو تمام. الوصله الثانيه بتاعتي المفروض ان انا اوصلها بالفلتر. طيب احنا قلنا ان ده خروج الدم، احنا فين اتجاه الفلتر بتاعنا؟ ها البلاط يبقى البلاط انا هقلب الفلتر بتاعي حسب اتجاه الفلتر. هو عامل لي السهم هنا البلاط سهم لتحت، يبقى الدخول من فوق والخروج من تحت، يبقى ده تحت. ما هو ده المفروض خط الفين مش لازق هو الفين اهو. بقوم قالب ده كده وموصلها واتاكد ان انا ربطه كويس ماشي، واعدل تاني. هنيجي هنا بالنسبه للايه عاده دي بتبقى مش مربوطه كويس، فاتاكد عشان ما تقعش مني تمام. واخد اول حاجه اللاين بتاع البلاد بامب بركبه ازاي؟ في عندنا التمريض بيركب بالايد ويشد، دي بتعمل ايه؟ بتكسر الوش القداماني وبتبوظ البكر. طب احنا نركبه ازاي على المكنه؟ بطريقه بسيطه خالص. باجي عند الخط ده اهوت وانزل كده وادخله بالطريقه دي بحيث ان انا اتاكد ان هو وصل لاخر خط. ليه؟ عشان البلاد بامب ما تسحبش اللاين، لان طول اللاين ده مش متوافق مع ايه؟ مع اللاين بتاع مع الهاوزنج بتاع اللاين بتاع الخاص بالبلاد بامب، فممكن يكون زياده ممكن يكون قليل. طيب هلفه ازاي؟ بقوم ضاغط دي كده واخلي البلاد بامب هي اللي تسحبه، واقوم قافل كده. دي نسبة زيادة، وطبعا هم عاملينها على اساس ايه؟ ان انت هتستخدمه لجنبرو او مكنة تانية. طبعا الوصلة ديت بخليها مقفولة، لان لو هي مفتوحة هتسحب هواء، لان المفروض مسار الدم مسار المحلول هيدخل من هنا تمام، فهي تسحب هواء مع الملح وهتدخله في البلاط. اتاكد برضه ان هي مقفول معايا ماشي، هفرع كده وايدي عشان مفيش حاجة تقع مني. فين اتجاه الفلتر؟ يبقى انا هوصل الدخول بتاعي من هنا ماشي. نيجي بعد كده الوصله الاخيره لينا هتروح فين؟ في ازازه الملح. التمريض هناك بيعملوه جرافيتي، يعني ايه؟ يعني بيقوم شايل لك اللاين ده ويقعد يضغط لك على دي ويمسك ويعمل تمام. هو ده مش صح، هو المفروض ان ايه ان انا احضر على المكنه افضل حاجه. فاحنا هنبتدي ايه نشغل بلاد بامب. انا عندي في زرارين هنا، في البرايم وفي الدياليسيس. لو انا شغلت الدياليسيس
مش هقدر اخرج من الاتنشن بتاع الارث فيكتور لان فعلا الخزان ما اتملاش ثواني. يبقى انا ما قدميش غير البرايم وابدا احط قيمه للبلاد بامب عشان تبتدي تشتغل معايا 180. الريت بسيط عشان الحركه السريعه ممكن تخلي جزيئات الهواء في ستاتيك في شحنه بتقوم لازقه في اللاين نفسه فبتحتاج انت تقعد ايه ترج كل شويه. فانت لما تاخد على البطيء بنسبه كبيره بتخرج الايه الهواء من الدواء. لسه عندنا الفلتر. طبعا يفضل ان الفلتر يبقى مقلوب عشان ايه الهواء يخرج منه. احنا قلبينه عشان الهواء ايه يخرج منه. الهواء لما بيطلع من تحت ايه كثافته اقل من السوائل فعشان كده التجاوب بكل فوق. السيلينج بامب هنا بس عايز انزله عشان اوضح معلومه واحده في الموديل ده عن بقيه الموديلات. يعني الخزان بتاعه هو بيتملى تمام لان لو عكسته هينزل الميه وهو مش هيتملى حاجه. يعني لو انا عملته كده مش هيتملى ميه هيفضل ايه يعني هيفضل ينزل ميه وهو ما يتملاش. انا عايز هو اللي يتملى. يعني الفكره في كده هنا في حاجه قافلينها. لا كله مفتوح. الخط الازرق مقفول مفتوح يا دكتور. خلاص تمام خد بقى بس عشان ما ينفجرش. هينفجر خليه في الباسكت تحت. طيب كده اصل هيطلع ميه جامده. هيطلع ميه جامده ايوه كده كده بس هينفجر. دي متحرش كلها هينفجر هيطلع ميه جامده هيطرطش على الناس. يعني عشان محدش يقول بس لما تلاقي العربيات جايه دلوقتي بلاش ينفجر دي احسن. انت بتزعل لايف على تمام. بقوم ايه موقف البومب بتاعتي وابدا اوصل الخط الازرق ده. في احيانا في وصلات بيجي معاها باي باص يوم واخد الاحمر مع الازرق ونوصل فيه بس دي مش مناسبه ليا. ليه؟ لان معنى كده ان الهواء اللي موجود لسه في الدوره هيفضل يلف مع اللاين من غير ما احاول اخرجه. فالافضل ان انا اوصلها فين؟ هنا تمام؟ بحيث ان انا هبتدي اخرج الهواء وازود مكانه ملح من الوسط اللاين نفسها. وافتح الكلام ده وافتح ده معايا وابدا اشغل. ممكن بقى هنا نادي الخزان بتاعنا ونحطه بالشكل الصح. يبقى لها داخله برضه التلت والتلتين. بس ده بعد ما نوصل الدم. تمام. كده اوتوماتيك لما انا حطيت الخزان المكنه اتقلبت اوتوماتيك الايه؟ لوضع الدايلسس لان الاتنشن بتاع الاير ديتكتور راح مني. احنا اتفقنا ان الحساس ده بيشتغل في الوسط السائل لكن لو في جلطه او في هواء هيدي اتنشن عليه. تمام؟ طيب بنوصل بعد كده حساس الفين بتاعي. زي ما احنا قلنا ان اللاين دي بيجي مفيش فيه وصل للارتري ومالوش استخدام ايه عندنا. بعد كده بوصل الكلام تمام وابدا استنى الهواء كله يطلع من ايه الدوره بتاعتي. يبدا مستوى الخزان ده يقل تمام وابدا اعوضه. في حاجه عندنا بتنسي الفلتر. المفروض لا المفروض الفلتر الكويس بيجي الوصلات دي مقفوله. المفروض يعني مقفوله ازاي؟ ممكن احنا نستخدم البيضه دي. مظبوط. هي احيانا زي جامبرو كده بتيجي ايه مقفوله في وصفه ثانيه البيضه. ايوه بس كده. كده الفلتر بتاعي لو احنا حطينا ايدينا من عليه لو اي حد يحط ايده هيلاقيه ايه بارد. ده معناه ان لو جيت دخلت الدم البروده دي هتخلي الحراره الدم يفقد جزء كبير من حرارته وبالتالي ممكن يحصل جلطه هيسديه للسطح هنا. تمام ويعمل لي مشكله. طب هنعمل ايه بقى الخطوه اللي بعدها؟ طبعا وانا اتاكد بس الاول ان الفلتر بتاعي ما عادش فيه اير. اتحرك ده يا احمد. والله يا باشا في دي ما اقدرش افتي لك. هو هناك كانوا بيعملوها برضه يعني. اهم حاجه بس ما تكونش على المكنه. عشان الهولدر بيبوظ من كده. انت لا منتج على قد ما تقدر. طيب كده معلق معايا اير طبعا عشان في ايه في هواء. بحاول ان انا ايه ارد كده بالراحه.
مهمة بقى هذا الفوق يعمل غير تحت يعني ايه اللي فوق يعمل الاسهم اللي فوق اه بحدد المستوى ما احنا اتفقنا ان الدم بعد كده اما هيوصل اما يدخل جوه المكنه المفروض بنزل بخلي التلت هواء والتلتين دم ليه عشان لو في هواء هيجي من الوصله بتاعتي يبقى الهواء ده ما قدموش الا طبقين يا اما يختلط بالدم صح. تمام وفي حاله زي ده هيجلطه يا اما ياخد له مكان يكون بيتجمع فيه فوق وزياده نسبته بتظهر معاك لما الدم يبدا يعمل فقاعات على السطح يقوم يديني ايه تمام يبدا اه يبدا يعلق معاك قرد ليك تمام فحاله زي دي مطلوب مني ان انا اسحب الهواء اللي موجود جوه الخزان وارجع اظبط من جديد بحيث ان اتفادى ان الدم يوصل للحساس هنا لانه لو وصل هنا لما بيتجلط على سطحه بيبقى كانك حاطط جدار صلب اي ضغط بيجي يتنقل من الدوره للمكنه ما بينقلهاش بيبقى ضغط هو دي الويت بوينت اللي بنتكلم عليها ممكن تاني العدوى طب يعني نقول حاجتين دلوقتي يبقى نقول حاجتين لا انا بتكلم على اللي هي اثناء الدياليسيس ما نسيبش البلاد لحد هنا ننزل التك على الزرار اللي تحت ده هو حتى نشوف الرسمه هو هنا تمام تمام بس عشان ما نسيبش البلاد اثناء الجلسه كده لان ده مش هيقدر يتكت الاير تمام بص دي زي السرنج هو الفكره في اير بامب جوه بتاخد هواء بس بتفلتره لان في فلتر قبليه وبعد كده تبدا تحقنه جوه الخزان الفلتر ده بيمنع اي بكتيريا تخش للخزان في نفس الوقت الفلتر ده له ميزتين الميزه الاولانيه ان يمنع دخول الدم للمكنه في نفس الوقت ان يمنع اي بكتيريا في الحساس تنقل الدم تمام مشكلته ان لما بيجي له دم اصلا يختلط بيه بيتحول من الحاله الرابر للحاله الصلب اي ضغط بيجي بعد كده ما بيفهموش لان ايه سادد تلاقي الفين بتاعك قاري قيمه غير اللي موجوده على الماينس وبالتالي المكنه ما تبقاش مظبوطه معاك وقت الجلسه تمام اعتقد كده احنا ايه دورتنا ايه فضت من الهواء تماما ما عادش قدامي الا عمليه ايه كونكتيف تظبطت معايا ابدا اوصل الكابلز بتاعتي هفتح ده وابدا اعدل الفلتر بتاعي لان احنا قلبناه عشان موضوع الهواء تمام واتجاه الاحمر هيكون تحت والازرق هيكون فوق لا هركب ايه هندخله كويس اهو ماشي ده ماشي انت ماشي قوم قافل الشنط تمام اللي هيحصل ان الميه هتبدا تدخل في الفلتر بتاعي هي طبعا عشان كل كيفتي بره الليمت دلوقتي هبدا اسنترها تمام تبدا الميه ايه تدخل الفلتر يعمل ايه ووش من بره ويكسبه درجه الحراره مع حركه البلاد بامب ممكن اقلل الريت بتاع البلاد يفضلش ان انا احط هيبرين في الوقت ده ليه؟ لان لو حطيت هيبرين ممكن يخرج او تتخفف نسبته بكميه كبيره فيفضل بعد ما عملت وش للديلازر من بره ابدا ايه او خد درجه حاله المكنه ابتدي بقى احط الهيبرين بتاعي وادخل ما يا جماعه برضه اتحرك ايه ده في برضه في الوصلات ده طبعا عشان الكونكتيفيتي هنا لسه بتظبط لان في هواء في الفلتر واتسحب تمام فبتبدا تطلع وتنزل تمام بس هترجع تظبط الميه اللي داخله بتبقى في نفس اتجاه الدياليزيت لا مش دم الدم جاي من فوق اه الميه الدم داخل من فوق والميه الدياليزيت جاي من تحت اه يعني بعكس اتجاه عشان يحصل بص احنا في نقطه بالنسبه للالوان سهله برضه دايما يقول لك الاحمر هو الارتري والمجازن والازرق هو الفين يبقى الاحمر اهو والازرق دايما حاجه ماشيه بتجي من الاحمر وبعدين الازرق فالدياليزيت ماشي كده من الاحمر يبتدي يسحب ويطلع كده من الازرق ماشي في الاتجاه ده البلاد في بعض الوصلات بتلاقي اللون ده احمر اسد بالالوان وده ازرق يبقى البلاد ماشي كده والدياليزيت ماشي كده وفي الشعيرات البلاد ماشي والدياليزيت نبدا نحط ايدينا على الفلتر كده هنلاقيه خد درجه حاله الايه المكنه مش بس كده اللاين كمان اللاين كمان لو احنا نمسك اللاين هنلاقيه خد درجه حراره فبالتالي لما هاجي ادخل البلاد هقلل نسبه الجلطات اللي ممكن تحصل على السطح هنا ظبطنا بس درجه الحراره درجه الحراره اللي حاضر درجه الحراره مينيو بنفس مينيو فين درجه التمبريتشر بتاعتي هنا سهم يمين تمام انزل يبقى هنا درجه الحراره هعمل ايه بلس او ماينس زي ما انت طالب وبعد بلس وماينس كونفيرم انا كده ظبطت على كده اه
لا دي حاجه ترجع لك انت الايديال والله هو عاده الدكاتره بيقول لك فصل الصيف خليها 36 ونص تمام وفصل الشتاء بيخلوها 37 لكن الستاندر بتاع المكنه هي 37 انت بقى عايز تزود عايز تقلل ده ساعات لما يكون بيشنت هاي بوتنشن بتخلص تقوم تنزل عن الحراره عشان طيب احنا بالنسبه لنا هنا هنيجي ندخل سحب للمريض تمام هنفتح حذاء هنضغط على هنا احنا الوحده هنا عندنا بالملي لتر خد بالك ان في المكنه الجامبرو الوحده باللتر يعني ايه يعني الالف من هنا بواحد لتر اما واحد في الجامبرو بواحد لتر اربعه ناخد بالنا بالموضوع الوحده هنا ملي لتر هتلاقي في الجامبرو ال بس محطوط ده ايه يبقى لتر طب احنا هندي مثلا هنا الراجل طبعا هو ما عندناش مريض وكده فاحنا نقول ايه سي مثلا نقول ايه هنخليها 10 ممكن ايه انا هاخدها بالارقام ممكن تاخدها بالماينس والبوزيتيف بس هتقعد تاخرها او الحل الثاني تمام ان انا ايه اكتب بس هنقل الصفر بتاعي الناحيه دي صفر خليها واحد لا دي احلى هدخل تاني عشان بس اخلي الصفر اول خانه تمام هنقول مثلا ايه هنديله مثلا 10 جرام فالصفر 2 واخلي هنا واحد ده لو انت هتكتب 10 مللي لتر 10 مللي لتر كده تمام تاني انا بدخل هنا الاول المينيو قلنا مينيو يو اف ما هو ده السحب هدخل هنا على قيمه الترا فلتريشن فاليو اللي الوحده هنا بايه بالملي لتر في الجنب وباللتر تمام طيب مللي لتر معنى هنا لو انا حطيت هنا واحد يبقى كيلو ما هو ال 1000 مللي لتر يبقى لتر صح طيب يبقى انا هنا انا هديله مثلا 10 طب اديله 10 اعمل ايه هاجي على خانه الصفر دي ما انا هقول له هنا ايه صفر وهنا صفر وهنا هيبقى واحد فهمت قصدي يعني انت بتحط داتا بس انت بتحط داتا صفر فعشان كده ايه بتتنقل تمام او لو انت بقى عايز بالبلس تقعد تزود بقى تقعد تستنى بقى لحد ما تجيب القيمه اللي انت عايزها براحتك زي ما انت عايز تمام هنقول مثلا هنا نخليها ايه 100 ماشي هنيجي تحت هنا الوقت نفس الكلام نفس الموضوع هي. انا طبعا مش هدي ساعه يبقى صفر كده دخلنا في الدقائق هيكون مثلا ايه دقيقتين مثلا طبعا كده هيبقى 20 دقيقه يبقى صفر كمان ويبقى هنا 2 يبقى كده هياخد دقيقتين لان انا عندي هنا ايه عندي هنا دقيقة الاور بتاعي وده المينيت تمام موجود هنا جنب اللي تحت ده الريت انا حطيت ده لو قسمته على ده يطلع لي القيمه دي تمام طيب في البروفايل بقى المعادله دي مش موجوده لانك انت لعبك كله هيبقى على الايه على الريت هنوضح الكلام ده دلوقتي الريت متغير يعني ايوه فهنيجي طبقا للمنحنى اللي انت بتختاره تمام فاحنا هنا قلنا ايه خلاص احنا حطينا الداتا بتاعتنا كونفيرم كده المكنه هتحط بياناتها اللي انت طلبتها كونفيرم سي او ان اف تمام بيجي هنا حاطط لي كل البيانات طبعا ده خانه صفر ليه لان حاليا ما ضغطتش على مفتاح اليو اف عشان يبتدي يسحب من المريض فده المفروض الكميه اللي اتسحبت من المريض ده الزمن بتاعي ده الـ 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 الكميه الريت بتاعي وده الكميه اللي انا طالب انها تتسحب وده الافكتد بلاد فلو اللي هي السرعه انت هنا 165 هنا 163 بس عايز اقول لك حاجه عايز ادور في ستولا وسترينجا بس عشان اوري له حته ان احنا لو وصلنا الارتريا ايه القرايه بتاعتنا هتكون شكلها ايه اوريت الفعل شكله ايه احنا دلوقتي هنوهم المكنه ان في ارتريا تمام ان في حساس ارتريا عندنا المفروض ان هو هنا على كام فاحنا نوهمه مثلا ان هو قيمه معينه ماشي نديله ضغط مثلا ايا كان بقى زي انت عايز شوف هنا القيمه اتغيرت ازاي ليه؟ لانه هو حسب المقاومه هنا والمقاومه هنا وادالك الريت الفعلي شوف انت كنت هنا 165 وهنا بقيت 154 بس انت قافل الابره لا انا قافل الابره على اساس ان انا مديله ضغط ثابت يعني انت هنا 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 لحظه بس طب مفترض لو في السنسور ده موجود انت فاتح الكلاب لا ده لو وهم الضغط انت مثبته على اخر ضغط وهو قاسه وهيفضل ثابت على جنب الجهاز ما هو بقى لا ده هو هيتغير ما هو لو انت موصل فعليا لو انت فاتح الكلابس طبعا الجلسه مفتوحه وبتبان بناء عليه طبعا ده المفروض ان هو ايه ده المفروض ان هو يحصل معايا عشان احنا نفهم ماشي
ده كده بالنسبه لي ايه حصل تغيير 155 100. كل ما انت هتغير في الارتيريا والفينس هتلاقي المعادله دي بتتغير معاك. ده بقى اللي فعليا ماشي على المريض. يعني انت قلت هنا 100 او هنا مثلا لو هنزود ل 200 عشان نقرب الحكايه شويه 200، هنا فعليا 172 اللي داخل على المريض. ده دي القيمه او الريت الفعلي. لو انا شلته في الارتيريال وخليت المعادله بصفر هتلاقي الدنيا اتغيرت خالص. يبقى ما اقدرش اعتمد عليك قيمه فعليه او اقول ده اللي فعلا داخل على المريض لما اوصل الحساس بتاعي ده هنا. تمام، ده اللي داخل المريض. اه اللي تحت ده هو المريض فيه كام لتر ده؟ 5 لتر. 5 لتر كم مره ال 5 لتر دول حصل لهم الترا فلتريشن؟ فهنا مثلا ممكن تكون 70. لو قسمنا ال 70 على 5 يبقى نعرف عدد مرات الكميه اللي حصل لها الترا فلتريشن كتوتال، يعني كميه الدم الكليه كم مره حصل لها معالجه على مدار الجلسه. مرتين 3 4 5 6 7 70 لتر يعني. اه رقم ال 70 ده ايه؟ اللي هو العدد هنا يا دكتور. احنا عندنا هنا مثلا الوحده هنا باللتر فهنا مثلا 70. طيب احنا عندنا مريض كام لتر؟ 5. فبنقسمهم يعني ال 70 فيهم 5 لتر. 70 دول هم دخلوا المكنه. ايوه المكنه بتقول لك انا عملت ما يعادل ده 70 لتر. الرقم دلوقتي مش ثابت. لا مش ثابت، ده مقاسين. انا بفرض، لا 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 انا بفرض ارقام. انا بحكمك البامب بتاعتك. اه طبعا اه طبعا اه طبعا انا بفرض رقم. انا بس عايز اوصل ايه فكره ان حاطط 70 و80. ايوه وازاي الكلام ده نازل. هو الفكره بيقول لك ان انا عملت 70 لتر او 80 لتر او 100 لتر. ال 100 لتر دول هو المريض فيه كام لتر اصلا؟ فيه 5. يبقى كم مره من الخمسه دول اتعمل لهم معالجه؟ هي دي الايه اللي احنا عايزين، ايه الحته اللي احنا عايزين نقصد فيها بالنسبه للايه الفوليوم بلاد فوليوم. تمام. طيب انا حطيت داتا والمريض خلص جلسته وانا للاسف عايزين نكمل له الجلسه، هل اقفل المكنه وابتدي ادخل تيست من جديد؟ ما هو نفس المريض مش محتاج تعليم ولا محتاج حاجه. هتقولي طب ما انا ايه هزود. ممكن مع الزياده المكنه تديك رسائل ان اليو اف ريت مش مظبوط او في قيم غلط او ماكسيمم او مينيمم حاجات من دي. فباجي هنا اهو على الخانه رقم 3 سيستم باراميترز ومدي كونفيرم. في عندي هنا رساله فوق نقراها كده مع بعض. ديليت تريتمنت ها باراميترز. لو انا خليتها يس وقلت كونفير كل الداتا بتاعت المكنه اتمسحت من غير محتاج ان انا اخرج من المكنه وادخل تعقيم واعمل الكلام ده. يبقى انا لو عايز ادي داتا جديده للمريض اديله براحته. راجل خلص مثلا ساعتين لا نديله كمان ساعه، بس اصل المكنه مش راضيه تقبل بيانات. طب نعمل ايه؟ امسح الداتا كلها وادخل من جديد، بس هتكون انت مسجل البيانات القديمه، لان ده معناه انها هتتمسح من السيف رام او الرامه اللي بتخزن اخر وضع المريض. انت عارف بس بينك وبين نفسك بينك وبين نفسك الراجل ده يا جماعه في الاول غسل كيلو على ساعه، واحنا جينا ضفنا له بعد كده كيلو على ساعه، بس عشان بس المكنه ما قبلتش بيانات ولقينا الدنيا صعبه فمسحنا ودخلنا من جديد. ممكن ده اتدرجه في نهايه التايم ان انا اعدل البيانات تاني؟ ايه؟ يعني مثلا واخد اربع ساعات خلاص والتايم فاضل له مثلا دقيقتين. اه لدرجه ان انا ممكن ازود له ساعه وازود له ممكن تزود ويمشي الموضوع معاك عادي. بس انت مثلا دخلت بيانات وخرجت، انت مثلا المريض الاسطره مثلا او الراجل مثلا حالته تعبانه جدا، شيل لا قلل لا زود اكتر من مره قاعد تشيل داتا وتغير، فالمكنه ممكن تكون هنجت معاك او ممكن يكون مثلا المكنه مش راضيه تقبل داتا بعد كده. طب نعمل ايه؟ يبقى انا افرمط امسح اعمل ديليت البيانات دي وابدا ادخل من جديد. تمام. طيب لو احنا دخلنا على الدياليسيز منيو عندنا هنا ده مؤشر الكوندكتيفيتي اللي هو الاخ اللي موجود عندنا هنا ده. لو انا عايز اعمل كنترول عالي احنا هنا تركيزنا كام؟ ده 13.5 ها 13.6 13.7 8 9 14. طيب انا عايز اخليه هو هنا 13.7 عايز ما اخليهش ما يزيدش، اعمل ايه؟ في عندي هنا بوزيشن وسنتر، هستخدم البوزيشن وانزل ضغطتين بالطريقه دي. اه ايه اللي انا عملته؟ انا كده قلت المكنه لو تخطيت ال 13.7 اديني قرار، بحس ان انا احافظ طول الوقت على الجلسه للمريض ان هو 13.7 زي ما انا طالب. تمام؟ وبعدين طبعا ادي كونفير. ممكن تاني معلش تاني دايلسيس منيو. انا عايز اعمل كنترول عالي على موضوع الدايلسيس، مش عايز على موضوع الكونفكتيف، مش عايز ازود تركيز الملح. تمام. بعمل ايه؟ باجي عند الخانه بتاعتي، هي المكنه قاريه هنا كام؟ 13.7. تمام؟ فبحرك عن طريق البوزيشن ده، شوف هو نفس الحركه هنا. ايوه بخلي الابر بتاعي واخد على اخر 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 خط. تمام؟ واقوم قايل كونفيرم.
كده على حسب انت ممكن تخلي دي الابر ليميت ممكن تخليها اللور ليميت زي ما انت عايز لو زي ما انت عايز تمام يا دي بنستخدمها برضه لو في انورمات كتير على المكنه وفي نفس الوقت النورمال رينج يعني ممكن لو هي دي تعبك في بس انت عايز تعمل كنترول عالي يعني فبتخلي انا بقولها بالعكس انت مثلا المكنه عدت انورمات كتير والنتيجه التغير بسيط في الموضوع فانت بتخلي الرينج السنتر اللي هي بس اللي هي ده ننزل تحت هنا بقى للسنتر لو انا نزلت بالخانه دي تحت وقلت كونفير هتسنتر القيمه بالظبط كده يبقى انا خليت المسافه بتاعه الابر هي نفس مسافه اللور بتاعها طيب نيجي هنا في عندنا زي ما قلنا ده الديليوشن اللي هو معدل الخلط من 1 ل 34 هنلاقي هنا عندنا في الجيركن هو هنا اصلا المفروض 1.35 و2.10 تمام المفروض هنا عندي الصوديوم طبعا هو هنا المكنه بتاخد مجموع الاثنين في البيز ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو الاسيد مع البايكارب المفروض المجموع 135 تمام طيب البريسكرايب ده اللي انت بتلعب فيه يعني انا هنزل تحت هنا اهو هبدا العب هنا بقى انا عايز ازود للمريض او اقلل للمريض تعال بقى نفترض الحركه اللي انا عايز اقول عليها نفترض ان البيز بتاع المكنه 140 ايه اللي هيحصل او هقول لك بس ايه هنقول برضو حاجه احنا الاول هندخل هنا احنا هنا لو هنشوف بقى الماكسيمم بتاع البريسكرايب قد ايه الاول شوف هو جاب لك الماكسيمم كام ها هاي اخر حاجه عندنا كان 48 طب تعالى نغير البيس كده نشوف ايه اللي هيحصل لو خليناه 140 تعالى نشوف بقى المدى ده هيفتح معاك لحد فين جاب كام يبقى الماكسيمم بتاعه والمينيمم يختلف طبقا للبيز مفيش حاجه اسمها قاعده ثابته اخر 140 مثلا ونهايه 128 حسب البيز اللي انت هتحطه يبدا يديك الرينج بتاعك فاذا انت لعبت في البيز هو هيجر لك في البريسكرايب تمام لكن انت بقى تزود وتقلل براحتك حسب رغبتك انت زي ما انت عايز احنا كده ايه هنرجع تاني بالوضع بتاعنا هنخلي هنا البيز بتاعنا كام 135 ماشي وننزل تحت هنا بقى 35 كونفير طيب نيجي للبيكربونات البيكربونات هنا بتزيد نسبه يعني البيز هنا اللي هو مجموع الاثنين زي مجموع الاثنين لو اسيتيت خد اللي على الجبكن هو المفروض بقى في الاسيت يكتب لك ايه يا دكتور ما يقولكش 105 يقول لك 135 138 وتاخد القيمه وتحطها على طول في البيز تمام بس في الاسيتيت المشكله ان قاسم الصوديوم بين ده وبين ده فانت المفروض مجموع الاثنين يجيب لك ال 135 او حسب ما موجود على الجيركن حسب الايه القيمه اللي انت ايه بتشتغل عليها فبيقول لك خد بالك انا الديليوشن بتاعي 1+34 تقول لك خد بالك ان البيز بتاعي اللي انت برمجني عليه 135 انت في البريسكرايب بقى عايز تلعب براحتك شوف انت عايز تسوي البريسكرايب ده بيأثر على السحب من انهي جيركن ده بيلعب في السحب من الجيركن ده كل الفكره انه يزود في الريت او يقلله حسب طلبك مع الخلط مع الجيركن الثاني ده نسبته ثابته اذا فرضنا مثلا ايه ده ملي وده ملي وانت طلبت هنا 2 ملي يبقى 2 ملي زائد ملي والعكس صحيح لو انت هتزود في البايكار انت فاهم ده نسبته ثابته نسبته ثابته كتركيز اساسي لكن انت بقى عايز تزود للمريض فانت بتقول ايه اذا كان مثلا هي بتسحب ملي لا انا هسحب 2 ملي يعني بيغير في الكميه بالملي ليتر في الريت في معدل السحب معدل السحب مع ده فبتدي ارقام اعلى انت زي الحقنه اديله 2 سم لا اديله 3 سم اديله 4 سم كده مع ان التركيز ثابت هو واحد لكن التركيز التركيز ثابت بيزيد بقى لا انت بتزود اصلا تركيز الاسيد عن البايكارب لغرض ما او اللي انت عايز تغير البي اتش بتاعت المريض لتوصل لقيمه معينه انت عايزها تمام طيب نيجي عندنا هنا الحراره طبعا الحراره دي طبعا نيجي بقى في المكنه دي حاجه اسمها ادوبت فلو ايه الادوبت فلو ده احنا عندنا الفلو بطبيعته بيكون ما شاء الله 3 4 دقايق حاضر يا باشا مش مشكله بقى ما خلاص كده ستوب في عندنا ال 300 واعتقد ان انتوا في اول مريض بيجوا عندكم في الجلسه في بيقول ان احنا اول حاجه بنغسل عليها ال 300 ديت بس احنا ما بنبداش معاه ريت عالي في عندنا ال 500 تمام وفي عندنا ال 800 في حاجه اسمها الادوبت فلو ادوبت فلو هو عباره عن فاكتور او معامل تمام المعامل ده بيخش في معادله بيتحسب منها الريت بتاع البلاد بامب والدايس السلو بحيث ايه؟ بحيث اذا فرضنا ان الريت هنا 200 يحاول يوازن معاه الدايلس فلو يعني يعمل بالانس ما بين الدايلس فلو الدايلس فلو والدايلس بلاد والبلاد فلو تمام يعمل توازن ما بينهم
عشان يخلي نسبه الديفيوجن او كفاءه الديفيوجن اقصى ما يمكن. وان حاجه ثانيه ان المريض ما يسحبش كميه املاح عليها، بحيث ان هو مثلا تلاقيه على اخر الجلسه خد ملح كتير، يشرب ميه زياده، يجي وزنه زياده، تمام؟ فهي فكره الفاكتور ده او المعامل ده بيحطوه عشان المكنه تقنن او تتحكم فيه. الحاجه الثانيه بيكون اقتصادي ليك انت، ان انت بتوفر في استهلاك البيكرب والاسيد، وطبعا مع استهلاك الميه، تمام؟ هي الفكره ما بيخليكش الفلوس ستاندر 500، لا ممكن اقلله او ازوده حسب الايه؟ الريت بتاع البلاد بامب بتاعتي، تمام؟ طبعا في المكنه الفريزينيوس بيقول لك ان انت تستخدم اللي هو الواحد واتنين من عشره. لو اي فلتر غير الفريزينيوس يبقى واحد ونص. لو فلاتر 2 متر ممكن تستخدم اللي 1.9، تمام؟ فهو احنا هنا مبرمجين المكنه ان هي اول ما تفتح بتكون 1.2 من عشره، او لو طبعا مفيش جامبرو بنخليها 1.5، الفلاتر دي جامبرو فبنشتغل عليها على طول. دي فيها اس كلاسيك، المكنه دي فيهاش الاوبشن ده. تمام؟ طيب. هنا يعني بيعمل توازن ما بين معدل سريان المحلول زائد معدل سريان الدم. فاذا كان معدل سريان الدم قليل مع سرعه معدل سريان عاليه للمحلول كده كفاءه الديفيوجن هيكون مختلف.